شدد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الإماراتي على ضرورة تضافر الجهود العالمية لمحاربة الإرهاب والتطرف وتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة وتجفيف مصادر ومنابع تمويله المختلفة. جاء ذلك خلال لقائه فلاديمير إيفانوفيتش فورنوكوف وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي أشاد بدوره بما حققته الإمارات من إنجازات كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وبسياستها الحكيمة لنشر مبادئ التعايش السلمي.